كيف بس مايا هسه هذا الخلافات مع هنا وهذا ما له علاقه به، بس هذا الملف كان فرصه استثماريه. شو بعدين طلع تمويل من الدوله هذا الملف يستحق ان يفتح؟ نقعد لينا نقعد يوم انا وياك نجيب الملف نسولف بيه. لا احكي لك بسرعه. اي طبعا المشروع بس مايا انا شو مشاريع استراتيجيه اكثر من 100,000 شقه سكن. تمام لحد والله هذا تمام ويحتاج ان يدعم. انا احكي بالاليه بالعقد لحد هذا اليوم لحد هذا اليوم احكي لك لحد هذا اليوم قدموا لي اكثر من 50 شخص وانا ارجع لهم موافقه. منين؟ من رئيس الهيئه الوطنيه. موافقات على اعادتهم؟ هسه لا موافقات لاستحصال الشقه، لان تدري هسه موقفين البيع بهالوقت. ليش الشقه هسه؟ يعني اكو اسعار عندهم 60 مليون 80 مليون 90 مليون واقساط تدفع 10%. ماكو ببلاش؟ بلاش تدلل حتى لو رشوة. اي لا فهذا الموضوع ماشيين بي، ولكن تقول لي اكو بفساد قبل اكو بفساد، ولكن هو مو استثمار، هو ترى منو عراب مشروع بس ما يعني. المشروع مقاولة في وقتها اللي وقع المشروع اللي جاب الشركة كان السيد المالكي بحكومة السيد المالكي. بس تقول لي مشروع ناجح؟ والله انا اشوفه ناجح يا اخوان. حتى هسه بالخطة الاخيرة خلي الكل يعلمون والمشاهدين، اي السيد رئيس الوزراء قال لهم تسوون جسر وتسوون طرق حوليه على مشروع بسماية. سمعت فيها. يعني اللي ياخذ بسماية مو خساره، حتى لو بعد 6 اشهر 8 اشهر سنه يكون الطريق ما بدل ما هسه ساعه يكون الطريق ربع ساعه. فانا اشوفه مشروع ناجح، بس الفرق بين انه هي استثمار او مقاوله. لا هي مقاوله.